واخويا هذا ما قرر ما والو، انا عارف الوقت بنادم بحاك ولا خدمه لا ما بنادم راكي ديباني بلاتي احسن وما يد زياده راه عامين وما تحل ضاربين على البوطه زيد ما تقص ما تنقص شيء زعما لا يصدق ما عنديش ما نقول والو، ولكن اللي زادوا في اليوم دابا راه وصلوا للحد ديالهم دابا ضروري خصهم ينفذوا داكشي اللي عندهم. هو بقات المشكل في المواطن دابا هو اللي تياكل العصا ليل ونهار، هو كاين اللي ما مثال عادي ديالي انا كاع براس ما كتلقى حتى بوطه صغيره كنجيبها بزز 15 يوم 15 كنمشي نجيبها بزز. ايوا الله يحسن العوان على الجميع، ولا ما بنادم يدير شي شويه ديال الاعتبار يعتبر شويه ديال الشعب، لان شعب واحد هذا وعايشين بلاد وحده والخير موجود الحمد لله مما دزتي الخير موجود، ولكن شي حاجه ما باينه والو والو رفقيس ليل ونهار وخلي داك الجما كي تيقولوا راقد وصافي. والحكومه كتفكر عارف المصالح ديالها، الا ما فكرت في الشعب كره دارت بزاف ما يتعاود، كره الشعب هو الاول فكرت فيها عادي داكشي شيء عادي، داكشي الزياده داكشي شيء عادي، ولان المواطن المسكين ما تيلقى حتى شي حاجه، ما كاين لا زياده ما كاين لا هادي مما داز الوقت دايره عليه. هو رئيس الحكومه ما عنده ما يدير، هو كي تيقولوا هو تا هو عنده على القرارات تيخرج دابا القرارات من كيجيو العلم ولا عند الله، هادشي اللي عندي انا في الذاكره ديالي. اما هو بلا غنقول لك عليه هو شي حاجه تواتي تهضر معاه يقول لك انا عندي هذاك الشيء القوانين اللي كنجري اللي خدام عليه هما اللي كاينين، اما هو ما ماشي حتى اللي بزاف الزياده اللي زادوا صعيبه شويه بزاف. هو غير معقول، لان بصراحه الانسان دابا انسان ضعيف، كاين مسكين اللي ما عنده حتى حاجه كاع، ما عنده حتى 500 درهم ما عندوش، وكيف يستهل بانه هو غادي يزيد البوطه ب 40 درهم 10 درهم 10 درهم راه فلوسه وديجي فيه، وعيسى لاباس عليه ماشي مشكل، واحد الانسان المسكين اللي في حالته اللي حالت الله سبحانه وتعالى ما غير مقوله غير مقوله. شان الحكومه هي ذاك هي شغل كدير اللي بغات، هو ايه حنا اش غندير؟ ماشي كدير اللي بغا يسلكها هي، والشعب ما عنده غادي وصافي ما هذا الشيء اللي كاين. كنطلبوا بانه هذا الشيء خصو يتراجع هذا الشيء، وهذا الشيء بزاف عقل بعدا يخليها كما هي ويزيد ينقصهم كاع اللي كاين حاجه اخرى يدقص فيها باش تكون المساله الامور عادي تكون الحكومه غتمشي بعيد، ولا ما كاينش راه ما كاين حتى شي حاجه. نبدا نعطي واش 500 درهم دا بيني وبينك نعطي نتحدى اي واحد نجيب اي واحد 500 درهم ويقطع له منها ما كاينش بحال اللي كتكذب عليا. والله شهيد ما اقولها اقولها من قلبي، تكذب عليا 500 درهم والزول اللي من هذه ودير هذه ما كاينش هذا، شنو 500 درهم؟ ما تشرب تشرب هذا الماء. الحكومة فهو خاطئ يزيدوا العامل والطبقة الكادحة باش يقدر يقد يوازن ما بين الأمور ديالها. هذا القرار هذا غير صائب، قرار ما هو قرار هذا؟ وما كذبوا كيقطع عليهم القرار، وهذا الشيء دابا حنا إن شاء الله في الصحراء ما غادي نلقاوش البترول ما نلقاوش المازوت ما نلقاوش الغاز، الغاز كاين راه تين دراري الغاز كاين علاش ما كاينش؟ وهما يزيدوا فوالا ولكن ديال اش الدعم هذا؟ نضحكوا على الناس بالدعم، الدعم شحال فيه؟ هل هذا الدعم هذا يغطي شيئا من الحياه ديال العائل المواطن العائلات؟ لا، بس الحكومه راه كان جاري لعب الكره قدام الدار. لا مسائل رئيس حكومه ماشي هو اللي ساعد. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.